مرحبا ست ليلى، هاي زياد، كيفك؟ منيحة. أول شيء بقولك مبروك على الدرع الفضي، إن شاء الله عبال الذهبي والماسي ثانك يو والأكبر زياد. وأكبر. يعني بآخر إطلالة مع رجا رجا الإعلامي رجا، نعم. ما كان في توقعات، نحن بنوعد إنه بس لا، تطلع كان يكون في في بس توقعات. إنه كنا عم نحكي بس على الدرع اللي صحيح، أخذته، والفضل طبعا للناس اللي عم تشاهدني. شكرا على ثقتهم، وإن شاء الله عقبال الذهبي زي ما قلت. ان شاء الله. ست ليلى، نحن بنعرف ودائما الناس اللي على اليوتيوب بتصير تطالب بتوقعات عن اليمن، عن سوريا، عن مصر، عن العراق. انا بحب اقول شيء انت اكيد بتاكدي عليه، انه توقعاتك منا غب الطلب، يعني مش دائما انت بتشوفيه بتقوليه. صح، عرفتي شو قصدي؟ يعني ايه هذا الشيء لازم نوضحه للناس، انه بصير يقول لك ما عم تحكي شيء عن اليمن، انه اللي بتشوفيه انت بتقولي ما في شيء عندك حتى مخبى قالوا على بالجوارير. راس سنة انه انا ما تكلمت عن مصر، بالعكس انا في توقعات كان لها حصة فيها ام الدنيا مصر، وتكلمت عنها بس يمكن ما تابعوا مظبوط. ممكن على كل حال التوقعات تبع راس السنه موجوده على اليوتيوب، اللي بحب صح يشوفها. مظبوط، وبيقدر يتأكدوا ان انا حكيت عن كل الدول. صحيح. كمان فينا نقول للناس انه اللي عنده اي سؤال عن شيء، اي بلد معين او حدث معين، في يكتبه بالكومنت بالتعليق، واذا انت لقيتي شيء شفتي شيء بترجع بتقوليه بالتوقع الجاي. وهيدي كمان مناسبة لنقول ان نحن عنا موعدين ثابتين، كل شهر، كل 15 شهر وكل 30 الشهر. صحيح، هتطلع نعم، علينا حضرتك كل 15 بتوقعات. الشهر وكل 30 الشهر. هيدا وين ما كنت بالعالم أنا وياك على تواصل بالتوقعات زياد، لحتى يسمعون الناس، وإن شاء وحصريا الله على تكون يوتيوب. توقعات منيحة، لأنه تعبنا من الحروب وتعبنا من كورونا صحيح الاثنين. يعني صحيح، بتفتح التلفزيونات زياد ما في إلا كورونا بس، وعندنا والسياسة، سياسة ما في مشاكل. شيء بقى تنبسط فيه عبر التلفزيونات، ما صحيح، في. ان شاء الله مثل ما انت بتقولي دايما والعالم التوقع. نفسيتها تعبت صح، كثير. التوقعات المنيحة تزبط والمش إن شاء الله منيحة. نرجع لحياتنا الطبيعية ونروح. شو وضع كورونا ست ليلى؟ مطول كتير بعد؟ يعني أنا كنت قايلة تدريجيا صح، تدريجيا، بس اللي عم بيصير هو إنه في شيء، يعني الفيروس عم بيقوى، من عم تيجي فيروسات جديدة حتى ما عم بيعرفوا فيها، مش قصة فيروس بس كورونا، يعني حتى فيروسات جديدة كلها مصطنعة ست كلها ليلى. مصطنعة طبعا، كلها فعل هيدي أنا بأكدها، يا لطيف، كلها فعل. بس إن شاء الله إن شاء الله. بتصير مثل غير الأمراض اللي كانت قبل، مثل الطاعون، مثل مرض ملاريا، إيبولا، الملاريا، كل هالشي هيدا كله كانوا يلاقوا له دواء، فمستحيل ما يلاقوا دواء لهالأمراض هلا اللي عم تطلع. إن شاء الله. وسبحان الله، علم الإنسان ما لم يعلم، ولازم يكون إيماننا برب العالمين قوي. هيدي يعني مثل ما بقولوا إنه كانت تجربة للعالم كله، صح، لحتى العالم يكونوا كلهم إيد وحدة، يحبوا بعض، يعيشوا بسلام مش بحروب. بصراحة يعني صار كتير فسق على الأرض، وهيدا نحن عقاب من رب العالمين، وإن شاء الله يا رب بيلاقوا الدواء. ان شاء الله. ست ليلى، شو عنا اليوم توقعات؟ شو بدك نحكي؟ في كم توقع أنا كنت كتبتهم. يعني رح نشوف عنا بلبنان شوية عمليات سلب ونهب بسبب الغلاء الفاحش، وشوية مش شوية رح نشوف كمان مثل ما بقولوا مظاهرات رح ترجع. صارت بطرابلس مثل ما أنا كنت حاكي بحلقة راس السنة إنه رح تبلش بالشمال، وصارت بالشمال، وإن شاء الله بتكون طرابلس هي الأمن والأمان للبنان كله، ولبنان بيكون الأمن والأمان. عودة الاغتيالات اللي أنا حكيت عنها زياد صح، مستمرة،
ماشي، منا ما موقفة، وقفت. منا موقفة. لا منشوف انه حرق وتكسير ببعض المصارف زياد بلبنان. بلبنان، نعم بعدة مناطق مش بس بلبنان على فكرة، تكسير المصارف انا قلت بلبنان، صح. رح نشوف بدول برا كمان، دول ان كان بأوروبا بأمريكا اوف، بدول، ايه نعم مش بس بلبنان. منشوف شخصيات سياسية بالعالم، إن كان بالعالم العربي أو عنا بلبنان، انتبه، أو بأمريكا أو بأوروبا، رح نشوف موجة من سياسيين إن كان هلأ موجودين أو قبل، حنشوفهم ورا القضبان. عم بيتحاسبوا يعني، عم نعم بيتحاكموا. أيوة، حتى بمصر، حتى بالعراق، باليمن، صحيح؟ مش بس بلبنان. رح نشوف الانظار والاعلام على الضاحيه الجنوبيه لحدث ما. رح نشوف تنكيس الاعلام اللبنانيه واعلان الحداد كمان بلبنان لشيء معين ما بعرف شو هو. رح نشوف ضجه اعلاميه كبيره بطال احد القضاه البارزين، وبتنسحب عنه حصانة. الحصانة وبنشوفه وراء القضبان. نعم في مؤامرة خارجية وبمساعدة داخلية بتطال أحد الرؤساء، بلبنان. لا أو القاد، أحد الرؤساء بالعالم، بالدول العربية أو بالعالم. الأجنبية. اها، بنشوف تقارب مصري قطري زي ما حكيت بيتحقق خلال المرحلة القادمة، والعلاقات بترجع على طبيعتها بين مصر وبين قطر، زي ما رجعت زي ما حكيت على راس السنة المصالحات بين قطر والسعودية وصارت، صح. نرجع منشوف العلاقات بين مصر والسعودية، بين مصر قطر وقطر. نعم عفوا، يعني في اعتبار انه خلص انفتحت قطر على كل الدول. طبعا منشوف انجاز قادم لشعبة المعلومات بيصدم الجميع، ورح نقول هنيئا لشعبة المعلومات. هلا شو هو بلبنان. الانجاز؟ نعم بلبنان، نعم. ومنقول الله يحميهم. نشوف هزة أرضية زياد بتضرب حوض الشرق المتوسط وبتسبب حالات من الهلع والخوف عند الناس. منشوف مزيد من الاستقالات من عدة مناصب، يعني ومن عدة مناطق لبنانية وغير لبنانية، بتطال شخصيات سياسية وأرام خارج البلاد. بلبنان وبرات بلبنان، لا خلينا بلبنان. نقول بلبنان، نعم اوكي. بلبنان. طيران الشرق الأوسط بيكون حديث الإعلام والناس لحدث، إن شاء الله يكون الحدث هذا إيجابي منيح. مثل ما قلت في طيارات جديدة رح تيجي للطيران الميدل إيست، طيران صح. جدا حديثة. حلو. في ثورة بالعالم بدها تصير، اللي هي ثورة الاقتصاد والجوع، بدنا نشوف بكل مظاهرات العالم. بكل العالم، صحيح. حتى أنا كنت حاكي على انفجار بأحد المطارات بالعالم، وللأسف صار باليمن. بنرجع بنشوف مزيد من القتلى والجرحى بأحد المطارات العالم، لا تتكرر الصورة. ست ليلى، موضوع الحرب باليمن مطول بعد؟ لا أنا ما بشوفه مطول، إن شاء الله بتنحل قصة اليمن هالسنة إن شاء الله، إن شاء الله 2021. منشوف أحد الأماكن المقدسة بتكون مسرح للأعمال المؤسفة، وفيها منشاهد قتلى وجرحى للأسف. العالم رح يشهد، هيدي اللي شغلت لي بالي زياد كثير، العالم رح يشهد ظاهرة غريبة جدا، وهي عبارة عن مشهد للأسف حرق مئات الجثث وذلك بسبب حدث ما. يعني منشوف على شاشات التلفزيون كيف من زمان أيام الطاعون جابوا الجثث وحرقوها، هذا المشهد منشوفه بتكرر، بيتكرر نعم للأسف، بس ما عم بعرف وين وبأي بلد. بدل فورة جراد زياد، بدل فورة الجراد منشوف ظاهرة غريبة، هي فورة نوع من يا الحشرات أو نوع من شيء بتكون سامة وبتجتاح بعض الدول. هذه حكيت عنها وبرجع بأكد عليها.
توصل على البلاد العربية برأيي؟ إن شاء الله لا، إن شاء بس الله. إنه كارثة إنسانية بأحد دول إفريقيا تسبب هال 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 بتسبب حالات نزوح واسعة، وربما تسبب الهجرة. بأفيق صحيح. العماد جوزيف عون بنشوف انه بيكون حديث الناس والاعلام بسبب انجاز امني كبير، وبيكون قائد الجيش هو الامر والناهي على الارض خلال الفتره القادمه، وبنشوف الناس عم بتحيي هالشيء، عم بتحيي الجيش وبتحيي العماد جوزيف عون. بلبنان اكيد الجيش اللبناني عم نحكي. سعر صرف الدولار للاسف بنشوفه بعد حيطلع، انا بقول بيتخطى ال 10,000 وال 15,000. بالمرحلة القريبة. نعم. في توتر بالشارع بصير، او توتر بين انصار حركة امل وبين التيار الوطني الحر للاسف يعني. بيخلص على خير؟ عم ينحكى انه في رفع الدعم، ما في رفع الدعم، في شو بتقولي؟ انا بقول انه في رفع الدعم في عن رفع الدعم. الاشياء اللي كانت حاططها الدولة. نعم. منشوف تلوث مياه ببعض الدول بيؤدي ل ل لقتلى يعني، اوف بيؤدي لضحايا مش لقتلى يعني، صحيح. من وراء هالتلوث. منشوف بالمرحلة المقبلة القادمة تقارب سعودي تركي آتي لا محالة خلال المرحلة القادمة، وبقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حفظه الله، زي ما قلت إنه بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمصالحة قطرية سعودية، وصارت فعلا. صحيح. منشوف نفس المشهد لتركيا. تركيا. نعم. هو الأمير راح يكون محبوب من كل الدول العربية والأجنبية. صحيح صحيح. تاريخ السعودية بتستقبل بعض طلبات العمرة والحج لنشوف إمتى وكيف، مش بكثرة، بعض يعني بأعداد محدودة ممكن داخل المملكة لدول الخليج، الله والعليم، لكن بنشوف السنة بإذن الله أحسن من السنة الماضية. صحيح، خصوصا على الحج يعني، صحيح. نشوف بلش تدريجيا ترجع شوي الحياة الطبيعية بقلب المملكة العربية إن شاء السعودية. الله. في حزن وحداد بيلف مرة أخرى هالسنة، مرة أخرى هالسنة بأحد الدول الخليجية، ويغطي الحداد مسافات كبيرة من الوطن العربي. في هون في ثورة شبابية راجعة مثل ما قلنا حكينا بقوة بلبنان، بنشهد انقسامات وبلبلة داخل الأحزاب اللبنانية. هيدي كانت للبنان. اوكي ست ليلى، الكورونا بالسعودية يعني شفنا انه رجع تأجل فتح المطارات تقريبا مدة شهرين، برأيك انه مطولة بعد قصة كورونا بالسعودية تحديدا، خاصة انه صار فيه لقاحات وهيك؟ لا، هن بالسعودية لا، أنا بشوف كل شيء بيرجع طبيعي والحياة الطبيعية والمطاعم ودور هالسنة. السينما طبعا بكل المملكة، لأنه رح يكون في 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 وعي تام، ورح يكون في، واللقاح بإذن الله رح ينجح، الناس كلها بدها حتاخده يعني بالمملكة. وكورونا بتصير لأنه كل يوم بيطلع قرار، يعني ما بتعرف أي ساعة بيطلع القرار بفتح كل شيء، فأنا يعني بشوف صارت قريبة. وأنا شايف النسبة كتير قليلة، بس حفاظا على الشعب السعودي والناس الأجانب اللي قاعدين داخل المملكة. أكيد قرار صائب إنه يسكروا هلأ الفترة، خايفين من الجائحة الثانية كانوا، بس اللقاح أكيد رح ينعطى لكل الناس، وإن شاء الله هذا بيكون من الماضي فترة قليلة وبينفتح كل شيء بالسعودية. ست ليلى، عن بدي أسألك سؤال برات توقعاتك، فيكي ما تجاوبي. هلا نحن بنعرف إنه أنت توقعتي
انه يجي بايدن ما يتمدد لترامب. نعم. شو برأيك المرحلة القادمة اللي جاية علينا مع رئيس جديد للولايات المتحدة؟ ونحن كلنا بنعرف انه هيدي دولة عظمى وعندها قوة وعندها سيطرة سياسية وعسكرية ومالية بالعالم كلياته. برأيك يعني فترة حكم بايدن حتكون أفضل للعالم من ترامب؟ مش قصة أفضل أو ما مين أفضل، بعدني أنا شايفة إنه إن كان الرئيس ترامب أو الرئيس بايدن، يعني الأعمار بإيد الله، نحن دايما بنقول نعم على طول بنقول، صح. بس نحن بنشوف إنه كل واحد رح يمرق يرجع بشي صحي، وبنشوف فوضى عارمة بأمريكا بأمريكا، بنشوف فوضى، نعم بنشوف فوضى، بنشوف مظاهرات ما انتهت بأمريكا، ما خلصت ما بأمريكا، خلصت، لا. والاقتصاد في مشكلة، في مشاكل، صحيح. في مشاكل. هلا رئيس بايدن ما بقول لك انه ما راح يعمل شيء، راح يجرب انه يعمل يعني مع السعودية قصدي، اشياء مع إيران بالاتفاق للدول، النووي، للدول هيك، بس انه في شيء بقلب الداخل راح يصير، بقلب الداخل قلب الأمريكي. الداخل، صحيح. أوكي. دبي شو شفتينا للإمارات، لدبي، لأبو ظبي؟ دبي في مزيد من العفو عن السجناء، خصوصا هون لشهر رمضان حلو. وما بعد رمضان، من هون للعيد، يعني نعم. خلينا نقول من هون للعيد تدريجيا، مش للكل، عن بعض المساجين. اوكي. والديون، في اعفاءات عن الديون؟ اي في اعفاءات عن الديون، طبعا في في اعفاءات بحكمة بحكمة الشيخ محمد بن زايد، صحيح. بالكويت بعتي شيء لدبي؟ وشايفة انه دبي بعد انه السياحة والازدهار وكورونا كمان بتخف كورونا، نعم لكن السياحة والاقتصاد والازدهار إلى طلوع حلو. بدبي، بكل دبي. بالكويت بالكويت في اعفاءات لبعض كمان المساجين، وخصوصا كمان بشهر رمضان اللي هو شهر مبارك وشهر رحمه وعفو نعم من امير الكويت، ونشوف محاربه الفساد كمان آتيه لا محاله بالكويت، والتغيير آتي كمان لا محاله على صعيد الحكومه والتغيير بالكويت، جاي التغيير، جاي التغيير أكيد. جاي التغيير. وفي قلت لك في محاربه الفساد بدها تصير، منشوف ناس ورا القضبان كان لها نفوذ، والتغيير جاي بالكويت. هيدي السنة برأيك؟ نعم هيدي السنة أنا هيك بشوف، بال2021. صحيح. قطر، قطر من بعد ما حكيت عن المصالحة وصارت، وإن شاء الله يا رب كل الدول العربية تكون إيد واحدة، بنشوف اعمار وتطور اقتصادي بحركه لافته كبيره بقطر، حلو وازدهار، حلو. وحتى الفيز حتكون مفتوحه لدوله قطر كل الناس، لكل الناس، صح. حلو حلو. ست ليلى، يعني ما راح اسالك وزيد عليك عن كندا اذا شايفه شيء، عن فرنسا، عن استراليا. في كتير ناس بيسألونا انه قليل حكي توقعات لست ليلى على استراليا وكندا. انا بيكون عندي عادة جواب واحد، انه بس تشوف شي ست ليلى اكيد حتقوله، أكيد. ما أنا لما حتخبيه. حكيت عن حرايق أستراليا من سنين ما كان صحيح حدا حاكي عنها، صحيح بوقت حكيت لما صحيح حكيت على فيروس بقلب الصين بده يجي ما كان حدا حاكي عنه، لما حكيت عن رئيس كوريا زياد ما كان حدا حاكي عنه. مظبوط. طبعا لما بتشوف أنت شيء يعني بدك تحكيه بتحكي، لما حكيت على محاولة عزل الرئيس ترامب وانحكى فيها، مظبوط انحكى فيها إن صارت أو ما صار، بس انحكى فيها. صحيح. لما حكيت عن الله يرحمه الرئيس مبارك، نعم حكيت انه شايفته خارج القضبان هو وعلاء وجمال، وجنازه عسكريه للرئيس مبارك، وهذا اللي صار. كمان هيدي رؤيه كانت عنهم، يعني اي شيء انا بشوفه بكتبه عشان ما انسى، عن اليمن، عن ليبيا، عن عن بس انا الأردن هلا اوعدتك انه حنعمل 15 و30 15 شهر و30 و30 الشهر، شهر صحيح.
يعني انا هذا اللي بحب اكد عليه ست ليلى، لانه في ناس بتفكر انه انت في عندك توقعات ما بتقوليها. انا بقول لهم دائما انه لا لا، بالعكس، كل اللي يعني بتشوفه انا بتقوله. بوعدكم بعد كم يوم، خلينا نحكي بيوم 15 عشان ما نلخبط، 15 فبراير هو بعد كم يوم، حاعطي 4 5 توقعات تكون يعني انا ركزت عن شو بدي احكي. والدول اللي عم تقول عنها زياد، لما اذا على فكره اذا بعثوا لك اسئله عن هيدي الدول فيك تسالني اياها وانا بجاوب، ما اوكي، عندي مانع. بركي ب 15 شهر ممكن نعطيهم موعد، اذا ما عندك مشكلة نطلع اكيد لايف. ايه، ما عندي مانع. حتى اللي بده يسال عن استراليا، كندا، فنزويلا، البرازيل، اوكي، اي بلد، فرنسا، لا بريطانيا، ما اليمن، العراق، بدك. يعني انا اول وحده رجعت قلت انه بريطانيا بترجع بتسكر وبنشوفها مثل مدينه اشباح، وهيك صار صحيح ببريطانيا. صحيح. ب ب ب يعني بكل اوروبا عمال يصير هالشيء هيدا. بس انا بقول انه رح يجي وقت العالم ينسى شو يعني كورونا ينسى ان شاء الله يوم يا ما، رب. هلا كمان بس ما يجينا الشيء هيدا اللي توقعتي فيه، كمان ناقوس شكله الخطر كمان اللي بده ان شاء الله الفيروس ما الجديد اللي يتطور. اسمه نيبا، صحيح، نعم كمان حظك توقعتي فيه، صحيح، مع نيشان، مع الإعلامي كمان نيشان بده على رأس السنة توقعته. صحيح، ما كمان بده يعمل مثل كورونا ولا حيكون. وبدي أقول لك شغلة زياد، أنا بدي أقول شغلة وهيدي بتمنى إنك تركز عليها. تفضلي. دايما نحن بنقول أنا مؤمنة وبنقول لا يعلم الغيب إلا رب العالمين، لكن أنا اللي عند ليلى عبد اللطيف هو إلهام لا أكثر ولا أقل، ونحن مش أنبياء، ونحن ما في حدا كامل إلا رب العالمين. نحن كل اللي بيتوقعهم، أنا ما عم بحكي عن حالي، نحن قد نصيب وقد نخطئ، قد نصيب وقد نخطئ. ومين منا بالعالم، مين منا بالعالم إذا أنا أخطأت مرة أو مرتين، مين منا بالعالم بدون خطيئة؟ ما حدا، مين؟ ما في حدا كامل إلا رب إلا رب العالمين. العالمين. أنا عندي إلهام، أرشيفي بيشهد، أنا قبلاني 75% من أرشيفي زياد، أو 80 مع بكل تواضع، و20 ما يصيروا، وين المشكلة؟ صحيح. نحن بشر. كمان ست ليلى عم هيدي نشوف على بتتبرع. اليوتيوب نعم. انه عم ينزل ريبورتاجات عن اشياء قلتيها وصارت بشكل تقريبا دوري، يعني كل يوم أكيد. يومين عم ينزل حلقات، يعني منا صغيرة طويلة. نعم. كمان بحب اقول للي عم بيشاهدونا على يوتيوب انه هيدول الحلقات يمكن شفتوا انتو 1%، بعد في حلقات وحلقات وحلقات. في ارشيف استاذ زياد، انا حاعطيك الارشيف اللي بدي اقول لك من التسعينات لليوم، اللي هو كانت من اصعب الـ الـ انا عندي توقعات قديمه رح تتفاجئ فيها، رح اعطيك اياها، اللي هو ارشيفي بيشهد. انا ما عم برر، لكن انا لما علقوا انه على احلى صيفيه ولا علقوا على اشياء تانية، نحن انت بتقول انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يشاء. صحيح. ونحن بنقول اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. فأنا إنسانة مؤمنة، وشو ما حكيوا بالعكس، أنا مثل ما قلت لك، توقعات قد تصيب وقد تخيب، وقد تخيب، صح، لأني أنا بشر. طبعا. لو أنا بدي أقول لك شغلة زياد، لو 90 توقع، نعم، 90 توقع سبحان الله صار بإلهامك، أو 99 وواحد ما صار، بيوقفوا لك على اللي ما صار. صحيح. هاي البشر، للأسف. هاي البشر، للأسف. هاي البشر للأسف. ست ليلى أنا كمان بحب أرجع أكرر شغلي دايما، يعني من أولى ومن زيدة ومن عيدها، بس كمان الأفضل إن نرجع نكرر، إنه أنت ما بتقري أبراج فلكية، يعني أبراج الدلو والسرطان والجوزاء، هدول ما بتقريهم، أنت بتعملي قراءة وتوقعات شخصية للأشخاص. صحيح. صحيح؟ نعم. أوكي. طبعاً أنا لا الأبراج، لأنه عم نشوف كله فيك. صحيح. إنه برج الحمل، ليلى عبد اللطيف، برج، لن أؤمن لا بالترو ولا بالفنجان ولا بالكف، هذا كله أنا بعده خزعبلات. كل إنسان عنده إلهام، في ناس عندها أقوى من ناس، هيدي هي القصة، صح، الإلهام بيجي من هون.
هالإلهام كيف؟ أنا من وقت اللي كان عمري 12 سنة وأنا فيه، رب العالمين هو اللي أدرى. بنرجع بنقول إنه أنا مثل ما عم بقول لك هدول كلهم ما بؤمن فيهم يلي بحطوهم عن، وبعدين في أشياء زيادة عم تنحط عن لساني إني أنا حكيتها. نعم أنا بقول لهم ما تصدقوا إلا ما تسمعوا بالصوت والصورة صح. بس. نحن بنتشكرك، نحن على موعد مع حضرتك ب 15 الشهر، 15 فبراير إن شاء الله إن شاء الله يكون هذا الشيء لايف مباشر مع الناس، وبتحكي أنت وياهم وبيسألوك مباشرة. وبتمنى أكون عند حسن حظ الناس، أنا بهمني محبة الناس، ثقة الناس فيني. لكن بقول لكم إنه إذا توقع واحد ما صار عيب إنكم تعلقوا، لأنه أنتم بتقولوا إنه ما حدا كامل إلا رب العالمين. صحيح. شكرا 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 زياد، شكرا ست. شكرا.